حياكم الله أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإصدارات الجديدة من صحافة الخرطوم التي صدرت هذا الصباح. كما العادة نتابعها بالقراءة والتحليل في بلبونت العارض، والبداية كما المعتاد بأبرز العناوين. مرحبا بكم، نبدأ هذه الجولة مع صحيفة أخبار اليوم. البرهان يجري مشاورات مهمة مع الرئيس المصري. الحرية والتغيير جد ترحيبها بالعملية السلمية أو السياسية التي ابتدرتها الأمم المتحدة. وفي صحيفة الانتباه، تجمعات أساتذة الجامعات ترفض قرارات البرهان وتعلن الإضراب. واليوم التالي عنونت زيادة جديدة على ضرائب الاتصالات. وفي الحراك السياسي، تجار يتهمون قوات نظامية بنهب بضاعتهم في موقف جاكسون. أما الصيحة، أصدقاء السودان نشعر بالقلق إزاء الضغوط الاقتصادية على الشعب السوداني. وفي أخبار الرياضة، القمة السودانية تواصل الإعداد لختام المجموعة. أهلا ومرحبا بكم، كانت هذه هي عناوين بلبونت العريض لهذا اليوم بالقراءة والتحليل. أسعد جدا أن يكون معنا داخل الاستوديو أستاذي الطاهر المعتصم. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الطاهر، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك وأسعد الله أوقاتك أستاذة معزة، ودعينا في بداية هذه الحلقة نترحم على الهرم الثقافي والفني الأستاذ السير أحمد غدور الذي وفته المنية فجر اليوم، وعامة الأحزان أغلب السودانيين، صحيح، له الرحمة والمغفرة، ولذويه ومحبيه حسن العزاء. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صراحة هو فقد جلل وعظيم لكل قبيلة الإعلاميين في هذا الصباح، له الرحمة والمغفرة. ونبدأ مباشرة مع صحيفة أخبار اليوم، وفيها العنوان التالي: البرهان يجري مشاورات مهمة مع الرئيس المصري. في تفاصيل الخبر، وصل رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان صباح أمس إلى جمهورية مصر العربية، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناقش خلالها عددا من القضايا الثنائية، منها الأزمة السياسية في البلاد وقضية صد النهضة الأثيوبي، إلى جانب ملف أمن منطقة البحر الأحمر. بحسب ما كشفت مصادر مصرية لصحيفة العربي الجديد اللندنية، وبحسب المصادر فإن أجندة اللقاء تضمنت بحث الأزمة السياسية في السودان والتحركات التي تقوم بها القاهرة من أجل التوصل إلى حلول تنهي تلك الأزمة في ضوء تواصلها وأخيرا مع مكونات المشهد السوداني. وكان في استقبال الفريق البرهان عند وصوله بمطار القاهرة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وأعضاء حكومته وطاقم السفارة السودانية بمصر. هي تقريبا رحلات مكوكية كانت لسعادة الفريق عبد الفتاح البرهان لعدد من الدول العربية. حاليا هو موجود في مصر، يعني دعنا نقرأ هذه الزيارة إلى مصر في هذا التوقيت بالذات، والبلاد تمر بمنعطف خطير جدا على كل الأصعدة سياسيا واقتصاديا. يبدو أن السيد عبد الفتاح البرهان يبحث عن حلول خارج الأطر التقليدية. دي امتداد لرحلاته إلى الإمارات العربية المتحدة ثم المملكة العربية السعودية والآن إلى مصر. ربما مصر، الملفات الحساسة التي تجمع السودان ومصر هي ملف سد النهضة وأيضا ملف أمن البحر الأحمر. إذا ما علمنا أن نفسه السيد عبد الفتاح البرهان أصدر قرار قبل أيام بتفويض وزير الدفاع بخصوص أمن البحر والأراضي القارية وغيرها، وده أيضا بيأتي في إطار زيارة حميتي لموسكو وحديثه عن أن موانئ البحر الأحمر وغيرها، الحديث الذي أثار كثير من اللواعج لدى الأشقاء العرب في العواصم العربية المختلفة. أيضا الزيارة ربما ناقشت باستفاضة مسألة سد النهضة ومحاولة القاهرة استعادة زمام المبادرة بعد أن تحول الأمر إلى أبو ظبي. كلنا نعلم أن هناك اجتماعات كانت تجري خلف الأضابير، وصفت بسرية ولكنها كشفت للإعلام نوعا ما.
لمناقشة استراتيجية التعامل مع سد النهضة. الأمر الثالث هي الأزمة السياسية المستحكمة في السودان. يعني الآن أنا وآتي لهذا الاستوديو عدد من المتاريس استعدادا لمواكب 31 مارس خم الرماد كما أطلق عليها. هذه الأزمة المستحكمة والمواكب والمليونيات التي تتصاعد وتيرتها بصورة مستمرة وصولا إلى 6 أبريل القادم اللي هي الذكرى بتاعة انتفاضة أبريل وذكرى الاعتصام وغيرها. محاولة البحث لحلول لهذه الأزمة وأيضا ما تسرب للإعلام عن محاولة لجمع الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، وخصوصا أن البرهان التغى بالسيد محمد عثمان المرغني راعي الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل أمس. وأيضا خلف الأضابير هناك حديث عن أن الفصائل الاتحادية المختلفة تزعى مصر لتجميعها وتوحيدها ولم الشمل، لكن هل ستكون هذه الأحزاب الاتحادية بعد أن تتوحد ظهير للسلطة الغائمة سلطة الأمر الواقع في الخرطوم، خصوصا أنه سلطة الأمر الواقع شركاء من أطراف العملية السلمية هناك نزاعات بينهم. شفنا مؤتمر النيل الأزرق والبيانات التي تصاعدت، عدم اتفاق بين كل المكونات، في خلافات كبيرة. حركة العدل والمساواة أصدرت بيان صعب جدا جدا، في حين ما كان شركاء السلام نفسهم يجتمعون في الدمازين في عاصمة النيل الأزرق ربما يبحث عن ظهير سياسي بعد أن أثبتت هذه المجموعة، خصوصا في ملف الاقتصاد، يعني لأنه توليها الأمر الاقتصاد تحديدا، مثلا صعود الدولار كان غير متناهي ثم استغراره في سعر، ولكن كعادة السودان ترتفع أسعار البضائع ولا تعود الدولار وصل 800 وأي حاجة زادت وما نزلت ودي بيتحمل المواطن. صحيح. إذن يعني في ظل هذه الظروف التي يمر بها السودان في كل الجوانب، وإذا استصحبنا أيضا صد النهضة في هذه المشاورات التي تجري حاليا في القاهرة، إذن ما هو مستقبل العلاقات السودانية المصرية، وهل تتوجس أثيوبيا خفية من هذا التقارب إذا حدث بين مصر والسودان؟ مؤكد أنه الثلاثي السودان وأثيوبيا ومصر أي لغاء ثنائي بين اثنين يسبب الغلق للطرف الثالث. حميد تزار أديس أبابا قبل فترة ما كان من القاهرة إلا أنها تتوجس الآن. صحيح. البرهان موجود في القاهرة، أثيوبيا تتوجس، ودي علاقة ما طبيعية بين الدول. صحيح. ليه؟ لأنه في ملف عالق اللي هو ملف سد النهضة بين 3 دول. نعم، والذي يحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة من رئيس الوزراء الأثيوبي ليبعد ما يثير من غلغ ليبث الاطمئنان في الدول الجارة، لأنه الدول دي علاقتها تاريخية بين الشعوب. صحيح. ومستمرة وغيرها. فمؤكد أن الزيارة ناقشت باستفاضة مسألة سد النهضة ووضع استراتيجية للتفاوض ما بين السودان ومصر. الآن السودان تكتيكيا مصالحه تلتقي مع مصر في أن يضغط على أثيوبيا لتوفر لهم المعلومات عن الملء والتشغيل. يعني السودان ليس لديه مشكلة في سد النهضة، ولكن يريد أن يعلم ما هي كمية المياه التي ستضخ التي ستتوقف، وأن تأتي هذه المعلومات بوقت كافي وليس في اليوم نفسه. صحيح. خصوصا لو علمنا أنه سد النهضة مسافته غريبة جدا من سد الروسيرس اللي هو بيزقي حوالي 70% معزة من الأراضي الزراعية. صحيح. يعني إذا قرأنا في ملف ما يحدث حاليا، ما هي الفوائد التي سيعود بها عبد الفتاح البرهان من مصر؟ يعني زيارة السعودية والإمارات والودائع التي يعني أودعت في المصارف السودانية أدت، وحتى حركة بنك السودان نفسها إلى يعني تحجيم ارتفاع الدولار، ده فيما يخص الاقتصاد. لكن هل ستشارك مصر أيضا في حلول ما يحدث في السودان حاليا بطريقة ظاهرة؟ يعني دعيني أصحح، لم يعلن عن وصول أي
ودايع من المملكة العربية السعودية والإمارات. هي ذكرت بأنها ستكون في شكل استثمارات وليس يعني دفع مباشر. يعني مقارنة بمصر الشقيقة، بالأمس أعلنت قطر عن وديعة بخمسة مليار دولار في البنك المركزي. نعم. فالدولة المودعة أعلنت، الإمارات أودعت ثلاثة مليار دولار قبل يومين، المملكة العربية السعودية دفعت خمسة مليار دولار لجمهورية مصر إيداع في البنك المركزي. نعم. بينما ولا مصر ولا الإمارات ولا السعودية أنها أودعت في البنك المركزي. هنا أريد أن أوضح الأمر. نعم. يعني. نعم. بالتالي الفوائد المرجوة من زيارة مصر، ربما تبحث السلطة الخرطوم عن محاولة لتحييد أو تغليل نبرة فولكر بياتريس مفوض الأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية في السودان، خصوصا بعد بيانه الذي ألغاه في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وهو في زيارة للقاهرة بالتزامن مع زيارة السيد البرهان. بالتالي ربما تطلب السلطة من مصر محاولة إثناء السيد فولكر عن خطواته التي يثير بها، وأيضا ربما شهدت بعض المنافع الاقتصادية، خصوصا إذا علمنا أن هناك وعود لرفع الكهرباء التي تضخ من 80 ميجاوات إلى 200 ميجاوات، وهذا الأمر تأخر كثيرا. ربما يكون من نتائج هذه الزيارة استقرار كهربائي نوعا ما. إن شاء الله نتمنى ذلك. كل هذه المحاولات نتمنى أن تكلل بالنجاح. نتحول إلى خبر آخر فيه الحرية والتغيير تجدد ترحيبها بالعملية السياسية التي ابتدرتها الأمم المتحدة. وفي تفاصيل الخبر، حددت قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة ما قبل قرارات 25 من أكتوبر في السودان ترحيبها بالعملية السياسية التي ابتدرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالبلاد. ورحب الائتلاف ببيان ممثل الأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية المتكاملة الفترة الانتقالية بالسودان يوناتامسي لمجلس الأمن الاثنين الماضي، وأشاد في بيان صحفي بالموقف الصريح والواضح مما سماه بالانقلاب وما ورد من حديث حول إجراءات تهيئة المناخ. وكان بيريتس قدم تقريرا لمجلس الأمن استعرض المخاطر التي ترتبت على انقلاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 من أكتوبر للعام 2021 والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وحذر من أن الوقت ليس في صالح السودان. وتناول المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء تقرير ممثل الأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة الذي قدمه لمجلس الأمن في 28 من مارس للعام 2022. وتوصل الاجتماع إلى الإشادة بالموقف الواضح والصريح لممثل البعثة الأممية من انقلاب 25 من أكتوبر وضرورة استعادة الحكم المدني الديمقراطي والإدانة الصريحة لانتهاكات حقوق الإنسان وعلى رأسها القتل والاعتقالات وغيرها من الانتهاكات. أستاذ طاهر، يعني حاليا هنالك مبادرة يقودها فولكر وتحركات وتصريحات ساخنة جدا، وكذلك يعني أصبح هنالك تركيز كبير جدا على كل ما يصدر من فولكر نفسه. السيد فولكر والبعثة الأممية ربطوا نفسهم بالبعثة الأفريقية الاتحاد الأفريقي، بروفيسور لبات موجود في الخرطوم، السفير محمد عليش من الاتحاد الأفريقي، لتتكامل جهودهم في محاولة للوصول لاتفاق يخرج البلاد من النفق السياسي المظلم الذي دخلت فيه منذ 25 من أكتوبر. الجزء الأول من هذه المبادرة، وهي ليست مبادرة بقدر ما أكد هو فولكر عدة مرات أنها ليست مبادرة للحل بقدر ما هي توفير منصة للسودانيين الفرقاء السودانيين ليتناقشوا في تغريب وجهات النظر. نعم. الجزء الأول اكتمل بلغاء العديد من القوى السياسية والقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني وحتى المكون العسكري وأطراف العملية السلمية والحركات المسلحة لمدة بتاعت حوالي 5 أسابيع. الآن في مرحلة جديدة حتبدأ اللي هي مرحلة اللقاءات غير المباشرة لتغريب وجهات النظر مثل ما تحدثتي.
مبادرة أو خطوة الأمم المتحدة وخطوة الاتحاد الأفريقي ربما تجد الدعم الكامل من القوى الثورية، قوى الشارع الثوري والحرية والتغيير وغيرها. ومضيف بذلك أن يعني هنالك ترحيب واسع من قبل الحرية والتغيير بهذه المبادرة، رغم أن الشعارات المرفوعة لا تفاوض، لكنها رحبت الآن. المكون العسكري يعلن ترحيب متحفظ. بعض المصادر تظن أنه يظن أن فولكر قد تجاوز التفويض الممنوح له، لكن مؤكد أن الملف اليونيماتس والاتحاد الأفريقي إذا توفرت الإرادة السياسية الكاملة من الفرقاء ومن المكون العسكري يمكن أن يخرج البلاد من هذا النفق. يعني نتوقع إفراج في حال القبول بهذه المبادرة المطروحة حاليا. نعم، في حال توفر الإرادة. نعم. الإرادة من المكون العسكري، الآن المسيطر على الأمور في البلاد هو المكون العسكري. صحيح. بالتالي إذا توفرت له الإرادة وصدغ في حديثه الذي يكرر دائما. صحيح. لا بأس أن تخرج حاليا البلد. هذه المشاورات التي تحدث في مصر وكذلك قبلها في الإمارات وفي السعودية، هل يعني تبين نية المكون العسكري انه هو يسعى الى وجود حلول لهذه الإشكالات وكذلك في يعني توافق مع المكون المدني لخلق بيئة جديدة في السودان وكذلك تفادي كل هذه الإشكالات التي تعاني منها البلاد؟ يعني تصور الحلول لدى كل طرف يختلف عند الآخر. لا. المكون العسكري تصوره للحلول يختلف عن تكون القوى المدنية المختلفة. بالتالي مهمة هذه اللقاءات في مع أصدقاء السودان أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي البحث عن نقط الالتغاء وتعزيزها. يعني في نقط يمكن أن يلتغي فيها البعض. يعني كمثال الحل الواضح قدام الناس دائما يتحدثوا عن عبارة مفخخة اللي هي التوافق السياسي. المكون العسكري يقول ما في توافق سياسي، أنا ما حسلم. ودي مسألة عجيبة، لأنه لا يجب أن يكون هناك توافق سياسي. ما هم ماشي يعني طوائف عشان يكون في توافق. لكن بتستخدم كشماعة في عدة مرات. هناك أيضا القوى السياسية تحتاج فعلا إلى التوحد في الحد الأدنى، مثل ما توحدت في إعلان الحرية والتغيير وفي غيرها. لأن كل هذه الأمور بيعاني ويكابد منها المواطن. المواطن الآن ما يحدث له في الاقتصاد، انفلات الأمن. صحيح. المشاكل تزعى طويلة يا معزة، بقت ظاهرة. غير مسبوقة. صحيح. بالتالي المواطن هو اللي بيدفع هذا الثمن. مثلا في جنوب دارفور أهلنا بالأمس قتلوا 20 في معارك قبلية. ده كله لأنه ما في حلول سياسية، لأن ما في وصول لنقطة اتفاق يتوحد حولها السودانيين. صحيح. نعم. نتحول إلى شان آخر في هذه الحلقة من بالبونت العارض. وفي الانتباه، تجمعات أساتذة الجامعات ترفض قرارات البرهان وتعلن الإضراب. في تفاصيل الخبر، أثار قرار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحل مجالس إدارات الجامعات الحكومية وإقالته ل30 من مديري الجامعات الحكومية ردود فعل واسعة في أواسط الرأي العام وأساتذة الجامعات والاتحادات المهنية. وأصدرت عددا من الجامعات بيانات رافضة فيها القرار، حيث قال الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا السودانيين في بيان أمس أن قرار البرهان يعتبر تحديا سافرا على استقلال الجامعات الذي تقره الوثيقة الدستورية، وعلى الوثيقة الدستورية نفسها التي يزعم الإنقلابيون تمسكهم بها، لأنها تمنح هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء فقط. الجامعات السودانية أستاذ الطاهر المعتصم مشكلاتها تتفاقم من مرحلة إلى أخرى. عانى الطلاب من الإغلاق المتواصل لهذه الجامعات ودخول الأساتذة أنفسهم في
إضراب بسبب يعني مشكلات مالية، بسبب يعني قلة الرواتب. حاليا الموضوع أصبح أكبر بإقالة عدد من المدراء وتبديلهم بآخرين. وحاليا تقريبا جامعة السودان هي أغلقت أبوابها، يعني لا دراسة في ظل هذه الظروف التي يمر بها أساتذة الجامعة. عموما الوضع في الجامعات السودانية أصبح مقلق جدا. ومن يدفع الثمن هم طلابنا وطالباتنا والأسر. صحيح. يعني الآباء والأمهات الذين دفعوا بفلذات أكبادهم. صحيح. تربية وتعليم وغيره ليتفاجأوا بتعذر دراسة وتأخر بسبب أزمة سياسية. يعني انعكاسات الأزمة السياسية منذ 25 أكتوبر تمظهراتها بتظهر في الاقتصاد، تظهر في التعليم الجامعي، تظهر في الشوارع، في غيرها. بالتالي الثمن المواطن، الأب، الأم، الأطفال اللي هم داير يشوفوا يعني فلذة كبد ده بيتخرج. صحيح. ودفعوا الغالي والنفيس في ظل هذه الظروف الاقتصادية. لا. الشاهد في الأمر أن الأزمة السياسية تكاد تحصف بالمشهد كاملا. ما في 25 أكتوبر من المبررات في 9 نقاط تحدث عنها السيد البرهان عند بيانه الذي أذاعه، ليس من ضمنها تغيير المدراء الجامعات أو تغيير، كان بيتحدث عن غيام الانتخابات، عن استكمال الهيئة الغضائية، عن ترتيبات الاقتصاد وغيرها. لكن الآن دي الذي تغير حاليا، يعني أدى إلى هذه الإقالة بهذا العدد الكبير من أساتذة يعني الجامعات. نعم، حتى 9 نقاط نفسها ذكرت. ما الذي حدث فيها؟ هل في مفوضية انتخابات أقيمت في توافق عليها؟ هل الاقتصاد تحسن؟ لنذهب لخطوة أخرى لإقالة 30 مدير جامعة وتعيين مدراء جدد وحل مجالس الجامعات. طيب ما في 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 وزير تعليم عالي موجود وما هي الإشكالية في مجالس الجامعات الموجودة اللي هم علماء أجلاء أو رجال أعمال وطنيين؟ صحيح. أو غيره. أنا بفتكر دي معركة في غير محترك حتتسبب في الإضرار بالطالب السوداني وحيدفع ثمن الآباء والأمهات لأنها أزمة سياسية في الأصل. صحيح. إذن يعني منذ نجاح ثورة ديسمبر المجيدة وقطاع التعليم يعاني تدهور ملحوظ على كل المستويات، بدءا من تغيير السلم التعليمي الى يعني من مرحلة الأساس. نعم. عودة المرحلة المتوسطة، حتى ضعف طباعة الكتاب المدرسي، صعوبة الإجلاس، غير من الإشكالات التي يعاني منها الطلاب الى الآن امتدت الى طلاب الدراسات العليا وكذلك الجامعات. وفي نقطة مهمة انت تحدثت عنها، انه الأستاذ الجامعي نفسه وعد منذ العام الماضي. نعم. بمعالجة هيكله الراتبي. صحيح. لك أن تتخيل أنه مساعد تدريس راتبه 19,000 جنيه اللي هي مواصلاته اليومية من الجامعة وإلى، وديل هم المطلوب منهم أن يغذوا العقول وأن يخرجوا أجيال المستقبل. فوزارة المالية لا تصدر هذا القرار، بينما تصدر لمؤسسات أخرى، مؤسسات. صحيح. أمنية وغيره. كأن المعلم أو الأستاذ الجامعي ليس في ثلم أولويات وزارة المالية. هي حقيقة مسألة التعليم معقدة جدا، ما بين التعليم وما بين التعليم الجامعي الإشكاليات بتستمر. لكن تحديدا الآن ما يحدث في الجامعات، لأنه مثلا جامعة السودان أصدروا بيان الأساتذة أنهم سيتوقفون، أيضا جامعة النيلين تجمع الأساتذة أيضا أصدر بيان، وجامعة الخرطوم أيضا بعض أساتذة أعلنوا. فالتدخل السافر في العملية التعليمية من قبل الساسة بمختلف أشكال مسألة غير مقبولة. يفترض أن التعليم يجد الاستقرار ويكون بمنأى عن أي تجاذبات سياسية. صحيح، هذا هو المطلوب. إذا نواصل هذه الحلقة من بالبونت العريض بعد الفاصل القصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا
اهلا ومرحبا بكم من جديد، ونعود مع صحيفة اليوم التالي وفيها زيادة جديدة على ضرائب الاتصالات. في تفاصيل الخبر، تلقت شركات الاتصالات اخطارا من وزارة المالية بزيادة القيمة المضافة على جميع خدمات الاتصالات من 35% الى 40% اعتبارا من يوم غد الجمعة الاول من ابريل. ومن المتوقع ان تبدأ شركات الاتصالات بتطبيق الرسم الجديد بعد منتصف ليلة الخميس 31 من مارس. وقالت وزارة المالية إن الزيادة تمت استنادا على قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديل سند 2022. هذا هو الخبر أستاذ طاهر المعتصم، ونستيقظ صباحا بزيادات جديدة في تعرفة الاتصالات وتعرفة الانترنت، وأحيانا تكون الزيادة معلنة وأحيانا يتفاجأ المواطن بهذه الزيادة. لكن يعني ما هو المغزى من هذه الزيادات المتواصلة والمستمرة في قطاع الاتصالات في البلاد؟ يعني الحكومة ما عندها رؤية اقتصادية واضحة. نحن الربع الأول من السنة الآن انتهى. دائما الضرائب والجمارك بتتم في الموازنة التي تجاز في ديسمبر من نهاية كل عام. صحيح. وتبدأ بها السنة. ما يحدث الآن أن ضريبة القيمة المضافة على الاتصالات تم زيادتها في بداية العام. لا. الآن مرة أخرى. الغريب أنه هنا وزارة المالية تبنتها، بينما عندما رفعت أسعار الفئات الجمركية قبل أيام أعلنت المالية أن لا علاقة لنا. صحيح. هذا هو سعر الصرف تغير. صحيح. رغم أنها هي مسؤولة عن سعر الصرف ولكن تهربت الآن، هنا لم تتهرب. لكن يبدو أن غلة الموارد لدى وزارة المالية وشحها يجعل تضغط على الموارد السهلة. وزارة المالية أشبه بصراف في البنك، يأتي بأموال ويصرفها، ما في رؤية، ما في حل، ما في تفكير. يعني ليه أنا بزيد ضرائب في ربع العام على الاتصالات؟ ما في تحفيز للاقتصاد. طبعا أنت دخلت في إيقاف المساعدات الدولية 25 أكتوبر وغيره. لكن أيضا هذا ليس معناه أن لا يتوفر لديك تفكير لتنمية مواردك الاقتصادية. لا. فتضغط على ما طيب بعد شوية الاتصالات دي نفسها ممكن تنهار. صحيح. والآن السوق بيشهد انكماش كلنا بنشوفه. لا. طيب الغطاء زي ده لما ينهار أو يتعاني اقتصاديا، مواردك اللي كنت بتلقاها 35% وبتلقاها تانية. صحيح. حكومة. لا. أنا داير أقول إنه الوزارة المالية تفكر في الطريقة الأسهل وهو جيب المواطن. لا. لا تفكر في إنتاج زيادة إنتاج النفط أو زيادة إنتاج الذهب أو غيره أو وقف تهريب الذهب. صحيح. لكن المواطن هو يدفع العيشة ب 60 جنيه وب 50 جنيه، يدفع الاتصالات 40%، الله المستعان. نعم. يعني هذه الزيادات المتكررة هي صراحة أرهقت المواطن السوداني في جميع المجالات. يعني إلى أين نذهب في هذا الطريق؟ واضح انه سلطه الامر الواقع الان في الخرطوم انه وزاره الماليه تبحث عن موارد فقط. لا. ليس لديها حلول. لا. لديها منصرفات كثيره على الجيوش الموجوده، الترتيبات الامنيه التي لم تمر. لا. وغيرها مع وقف وده بأكد قبيل الخبر النفيته ليك أنا بتاع إنه يكون في إيداعات من دول أخرى. لا. ما هي لو كان جاءت قروش من برا الحكومة ما لا بتزيد للناس، ما كانت بتزيد لهم. صح؟ صحيح. لكن لا، لأنه ما في بتضطر تزيد. إلى أين نذهب؟ ده سؤال لا يستطيع حتى أن يجاوبه من يجلسون على سدة الحكم. صحيح. لأنه التقاطعات الكثيرة التي تحدث، السيناريوهات كلها مفتوحة، الشوارع تضج بالمتظاهرين والمحتجين، الاقتصاد يعاني، الصناعة تئن تحت وطأة الضرائب وغيرها والجمارك وغيرها. فبالتالي غياب الرؤية هو العنوان الأبرز. صحيح. يعني حكومة الفترة الانتقالية الأولى أو الثانية اختلفنا واتفقنا معها. دكتور عبد الله حمدوك كان لديه رؤية. صحيح. شعر بها السودانيين، لذلك عندما غير سعر العملة اصطف الناس في البنوك، عندما أصدر قرارات كانت تجد الدعم. الآن
ما في رؤى عشان يتفقوا حول السودانيين للأسف، لذلك لا يستطيع أحد أن يجاوب إلى أين نحن ذاهبون. نعم، نتمنى أن ينصلح الحال يا رب بصورة عامة. نتحول إلى شان آخر في الحراك السياسي، وفيها تجار يتهمون قوات نظامية بنهب بضائعهم في موقف جاكسون. في تفاصيل الخبر، أغلق محتجون من الفريشة وأصحاب المحلات بموقف جاكسون وسط الخرطوم يوم الأربعاء بعد حملة إزالة نفذتها المحلية بقوات مشتركة في الساعات الأولى من صباح اليوم. وقال الفريشة وأصحاب المحلات الذين يعملون بالموقف وحوله أن القوات المشتركة نهبت بضائعهم خلال الحملة التي وجدت بانتقادات من لجان المقاومة بولاية الخرطوم، ووصفوها بأنها بربرية، وأعلنوا عن كامل تضامنهم مع الفريشة في حقهم بالعيش الكريم في هذه البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة التي أرهقتهم تماما. وقالت ما حدث صباح الأربعاء من اعتداء على العمال والبسطاء من نهب وتدمير وحرق لمصادر رزقهم قبل أيام من شهر رمضان المبارك على يد القوات الإنقلابية لا يشبه أخلاقنا وقيمنا كسودانيين. أحداث مؤسفة جدا يعني كانت صباح الأربعاء، وتفاجأ الجميع بما حدث في موقف جاكسون لمحلات تجارية يعتمد عليها البعض مصدر للرزق. يعني ده بورينا الأزمة بتاعت اتخاذ القرار قدر شنو. في أي دولة مسؤولة أو للولاية المعنية مفروض يستغل بعد الذي حدث أمس، أحداث الشغب التي حدثت صباح أمس. سيارات ثقافة المواطنين، ثقافة الاستغلال هذه غير موجودة في السودان، لذلك يغالوا. نعم. لذلك يختلعوا. نعم. اختلاع. نعم. ما هو الأنظمة عندما تتشبث في كرسي السلطة. نعم. وترفض الاستغالة تقوم الثورات وتقتلع الاختلاع. نعم. نعم، هذا هو الحل. لكن نعم. ولاية الخرطوم أصدرت بيان أوضحت فيه أنها خاطبت هؤلاء. أصل المشكلة عشان نشوف طريقة تفكير الحكم. نعم. دائما في السودان على مختلف الحقب، إنه تدي تصاديق لهؤلاء الفريشة، الحكومة نفسها ولاية الخرطوم. نعم. أدفعوا مبلغ عشان أديكم تصديق في الحتة دي، يتناصروا ويتشعبوا وينتشروا، يغلقوا مصارف المياه، يغلقوا الطرق، يغلقوا الشوارع. صحيح. وهي بتشيل القروش. نعم، هنالك تحصيل راتب من هؤلاء الفريشة. صحيح. باستمرار. نعم. عندما يتضخم والأمر يصبح ملاحظ يلجأوا لهذه الطريقة. لماذا حملة الساعة الواحدة فجرا؟ نعم. لماذا لم يطلب منهم بواسطة القاضي تجيب له استدعاء ويجي قدام القاضي والقاضي حاكم الشخص اللي خدت فرشته في مكان غلط؟ نعم. استخدم القانون، لكن ما ممكن تجي الساعة واحدة صباحا وهم أصحاب الحاجات ما في، عشان كده حيقولوا لك إنه حاجاتنا اتنهبت. أيوة. وحاجاتنا اتسرقت. نعم. ويرسلوا الاتهامات جزافا. نعم. ليه؟ لأنه أنت ما استخدمت الطريقة المثلى. الطريقة المثلى إنه هم يمسلوا أمام القضاء، أنت خش كجهة شاكية أمام القضاء والقاضي هو اللي يأمرهم والشرطة تنفذ بعد كده. نعم. لكن ما يحدث إنه عندما تأتي الواحدة فجرا لتزيل ممتلكات الفريشة والباعة ويأتوا هم الصباح عشان يجدوا ما في حاجات اتكسرت واتنهبت وغيرها. نعم. يستخدموا العنف في نفسهم. صحيح، وهذا ما حدث في جاكسون، يعني كان هنالك عنف في لجميع المارة، تم تكسير جميع السيارات التي كانت تمر بموقف جاكسون بالأمس والاعتداء على المواطنين الموجودين داخل الموقف نفسه. طيب ثمن الهلع والفزع الذي أصاب المواطنين والمارة أمس، من الذي سيدفعه؟ نعم. أليس والي الولاية؟ صحيح. أليس وزير الداخلية؟ صحيح. الفتيات والسيدات الفضليات والأبناء والبنات الذين كانوا في طرقهم إلى أعمالهم أو مدارسهم أو غيرهم. نعم، تعرضوا إلى الضرب وتعرضوا لعنف مفرط. صحيح. عنف مفرط. الهلع اللي تعرضوا له ده ما في جهة حتتحمله؟ صحيح. حينوموا المسؤولين ده في بيوتهم ما في مشكلة؟ لا. لا، في والي ولاية هو المسؤول عن ما حدث وعن الهلع الذي أصاب هؤلاء المواطنين والمارة السلميين في الشارع دي الساعة 7 صباحا. نعم. ديل ما ثوار ولا داير يختلعوا نظام، لا، ديل ناس مواطنين عاديين ذاهبين إلى أعمالهم. نعم. شافوا فاس وشافوا فرار وشافوا سكينة. صحيح. وشافوا حجر بكسر قزاز العربية. أمر مؤسف جدا جدا. صحيح. والمؤسف أن لا يتحمل المسؤولية أحد وأن لا يدفع ثمن ما حدث أحد. هل يندرج هذا تحت السيولة الأمنية التي تعاني منها الخرطوم بصورة عامة؟
للأسف، لأن هنالك عمليات نهب كما ذكر التجار. للأسف إنه الخطوة نفسها بطريقتها التي نفذت بها، طريقة المعالجة كانت خطأ. نعم، كان بيتوجب استدعاء زي ما قلنا، كان بيتوجب إنه أي شخص يكون قد ما حس في كشة بتستخدم في طريقة بتاعت الدفار، بيجي ويشيل ست الشاي والناس موجودة أصحاب المحلات. نعم، وبتعرف حاجتك مشت وين. صحيح. بتمشي الطالبة، تمشي المحكمة تدفع غرامة وتمشي الطالبة. لكن كونه تجي فجر في الساعات الأولى من الصباح وتعمل الحاجة وتمشي، مسألة غير مسبوغة، ومسألة تسببت أمس في حالة بتاعت فزع وهلع غير مسبوغين. الخطوة دي هل ما حتتكرر الفريشة؟ رمضان جاي سيعود، هل المحليات ما حتاخذ قروش من الفريشة؟ لا. لا. الأيام بيننا وسمر، كحال ما يحدث حاليا في السوق المركزي الخرطوم، بعد أن يعني تمت إزالة جميع الظواهر ما يسمونها بالسالبة، عاد الجميع كما السابق وبطريقة أكثر. يعني المعالجة دائما تكون آنية وليس معالجة دائمة لأس المشكلة نفسها. ما هو البائع ده يا معزة، الفرش حاجته وجا خدتها، داير ياكل عيش، داير شنو؟ صحيح. وفر له. نعم. انت كموجود في الحكومة وفي السلطة، داير تقعد وتركب عربية فيها بيرك وقدامك موتر وانت ماشي وانت جاي يا والي الخرطوم، والشاب ده ما يلقى، حيتحول لطوال يمشي حركة بتاعت تمرد مسلحة. صحيح. ولا يبقى تزعة طويلة في موتر. نعم. أو لا، عشان ما بيبحث عن رزقه. نعم. وفر له، أعمل أسواق، الخرطوم دي منطقة وازعة رزق الحلال، رتب لهم مناطق بتاعة أسواق، وأسواق نموذجية تكون فيها تواليت وحمامات وفيها مصارف وفيها أي حاجة، وعشان يلقوا رزق ويلقوا سبل المعيشة بتاعتهم. صحيح. وبعرق جبين يعني، ما سرقوا ولا نهبوا. أفضل مما يحدث حاليا في شوارع الخرطوم. أنت ما نظمتهم. نعم. أنت ما وفرت لهم، حيجوا راجعين تاني. أكيد حيجوا راجعين تاني، حتى أنا حتعمل نفس العملية. إلى متى سيحدث هذا؟ صحيح، هو الموضوع يحتاج إلى حل جذري لهذه المشكلة. نتحول إلى صحيفة الصيحة. أصدقاء السودان، نشعر بالقلق إذا الضغوط الاقتصادية على الشعب السوداني. في تفاصيل الخبر، أعرف الأصدقاء السودان يوم الأربعاء عن قلقها البالغ إذا الضغوط الاقتصادية التي يواجهها السودانيون حاليا، مؤكدة التزامها بدعم إنساني مباشر للخرطوم. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن دول المجموعة نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. وملتقى أصدقاء السودان أسس عام 2018 ويضم مجموعة من الدول والمنظمات الملتزمة بالتنسيق لدعم السودان سياسيا واقتصاديا. وقال البيان، نشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الاقتصادية الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني حاليا، ونلتزم بمواصلة تقديم الدعم الإنساني المباشر خلال هذه الفترة الصعبة. يعني حالة من القلق تنتاب أصدقاء السودان جراء حالة الغلاء الطاحنة التي يمر بها الشعب السوداني، وهذه الزيادات المبالغ فيها في كل أسعار السلع يعني الاستهلاكية والاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطن في معيشته. ما هم أصدقاء السودان دي كمجموعة بتاع الدول. نعم. وعدد كبير من الدول الجارة والشقيقة والصديقة. صحيح. بيضعوا معايير ملتزمين بها في قياس للأداء الاقتصادي. لا. بيصيبنا الغلق عندما يروا إنه هذه المعايير تنتهك، أن التضخم يتوسع، أن المواطن أصبح يكابد قوت عيشه، اللي هي حتتسبب في حالة انفلات أمني مثل ما تحدثت أنت قبل قليل. ربما تتسبب في سيولة أمنية، ربما تتسبب في احتجاجات واسعة يروح ضحيتها عدد كبير. بالتالي إعراب عن أن القلق ساور بيأتي خوفا من ما سيحدث في حال التوسع في الاحتجاجات أو في الانفلات الأمني وفي غيره. لكن خلينا نقول أنه أصدقاء السودان نفسه في أدوار مهمة، اللي هي الدعم السياسي، الدعم الإقليمي. والسودان خصوصا بعد 30 سنة من العزلة الدولية. صحيح. لم يكن لديه صديق، ولا الآن أصبح لديه دول أصدقاء تهتم به. لا. ما يغلق هو ما يغلق المواطن السوداني.
أن ليس هناك رؤية للاقتصاد، أنك تصبح الصباح بتلقي سعر الكهرباء زاد، بتصبح الصباح صحيح. تلقي سعر الوقود زاد مباشرة، كيلو الطماطم زاد مباشرة، سعر المواصلات زاد، زيادة مضطردة يوميا، الخبز وغيره مختلف السلع. والمسألة دي تتوقف متى، أو يحدث استقرار اقتصادي متى؟ ما في شخص بيقدر، يعني حتى وزارة المالية القائمة على خزائن الأرض لا تخرج وتقول للناس لا الاستقرار ده ممكن يحصل لكم في وقت، أو الانتاج حيشجع أو الصادر حيزيد أو غيره، لا. فعشان كده إعراب على الغلق ده مسألة مفهومة في هذا التوقيت. نعم، إذا دعنا في آخر يعني في هذه المحاور السياسية قراءة لأستاذ الطاهر المعتصم لما يدور حاليا في المشهد السياسي بصورة عامة. اليوم مليونية 31 من مارس، وكذلك في أبريل هنالك مليونية، من الآن يناشد الجميع بالخروج لهذه المليونية الضخمة وفيها العديد من الاعتبارات. قراءتك لهذا المشهد حاليا؟ أنا بفتكر أنه الآن الفاعل في المشهد المكون العسكري بعد اتخاذه لقرارات 25 أكتوبر، لا. الآن بنشوف قائد الجيش موجود في مصر، واحد أعضاء المجلس العسكري موجود في راوندا وفي جولة أفريقية، هم يبحثون عن دعم، عن حلول للخروج من المقاطعة التي حدثت في الاتحاد الأفريقي وتجمد عضوية السودان. الطرف الثاني هو الشارع الثوري الذي يخرج في مواكب ومليونيات ويصير إصرار كامل. الطرف الثالث والمهم جدا هو القوى السياسية، سواء حرية التغيير أو خارجة الحزب الشيوعي وغيره، وكل هذه المجموعات. عدم وصول هذه الفئة الثالثة من القوى السياسية لحلول أو توافقات فيما بينها، وتقديم رؤى وحلول للشارع الثوري. ما اليوم مليونية أو 6 أبريل لو طلعوا الناس ولو أعلن الجيش التنحي، نعم، ماذا سيحدث؟ صحيح، ده بيتوجب على القوى السياسية السودانية، وهي قوة لديها الخبرة الكافية. نعم. هل هي جاهزة لهذا الحراك القادم؟ هي القوى السياسية هي للأسف الآن موجودة داخل الحراك. أنا بفتكر أن القوى السياسية ليس ما يجب أنها تكون في الشارع الثوري أو في كده. نعم. عقدوا مؤتمر صحفي قبل يومين، تحدثوا حديث أرقام وترتيبات، لكن تظل المسألة المهمة جدا الاتفاق على الحد الأدنى ليحدث التغيير أو ليحدث لهم ما يرغبوا فيه. صحيح. في ظل تمسك كل طرف من الأطراف الثلاثة دي وتشبتها، سواء مكون عسكري أو شارع ثوري أو أحزاب سياسية، سنعاني وسيشكل الاقتصاد علينا ضغط غير مسبوق. نعم، نتمنى أن ينفرج الحال وأن يعود الأمن والأمان إلى السودان. نختتم هذه الجولة بأخبار الرياضة، وفيها القمة السودانية تواصل الإعداد لختام المجموعات، وفي تفاصيل الخبر يواصل ناديا القمة السودانية استعدادهما لمواجهة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في ختام مباريات مرحلة دوري المجموعات، حيث يقبل الأهلي إحدى أو تحديات الأهلي المصري على ملعب السلام، فيما يواجه المريخ صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة أداء الواجب بعد خروج المريخ من المنافسة. إذن السؤال، يعني ما المطلوب من الهلال والمريخ إفريقيا في ختام هذه المباريات في دوري المجموعات؟ يعني هو تكاد تكون الفرص منعدمة مؤكد. نعم. بالنسبة للمريخ مثلا. نعم. استنفذ جميع الفرص، تأدية الواجب، ظهور بمظهر جيد، لكن يجب أن لا تمر هذه البطولات التي شارك فيها أندية القمة دون تقييم، دون استذكار الدروس والعبر فيها والاستفادة منها، لأنه ده احتكاك إقليمي ودولي بصورة كبيرة جدا، ومع فرق كبيرة وفي ملاعب مختلفة ومع جمهور مختلف. فلو ما استلهموا إدارة الأندية والأجهزة الفنية، لو ما استلهمت العبر والتجارب عشان تقدر تصحح المسار الرياضي للأندية، تصبح مشكلة. نعم، الهلال يعني لديه فرصة. نعم. أمام الأهلي المصري. نعم. هل نتوقع ونسمع خبر جميل من القاهرة؟
مؤكد الهلال دوما يصنع المفاجآت، دوما يصنع الفرحة للشعب الأزرق. الفرقة الهلالية فرقة مقاتلة منذ بدايتها، وتعمل تشحذ الهمم الآن الإدارة واللعيبة. مؤكد أن ملعب السلام سيشهد معركة ضخمة يستطيع الهلال أن يخطف فيها النقاط. نعم، نتمنى ذلك للأزرق التفوق إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ الطاهر المعتصم، ورمضان كريم، سنتقابل بعد الشهر المبارك إن شاء الله. صوموا وتفطروا على خير، والمشاهدين الكرام، وكل سنة وأنتم طيبين وتأمين والأمين إن شاء شكرا الله. جزيلا، كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم على الجميع. نلتقي مجددا بعد هذا الشهر الكريم في إطلالات جديدة وقراءات أخرى وتحليل آخر لصحافة الخرطوم التي تصدر دائما في بلبوت العريض. تحيات فريق العمل وتحياتي، إلى اللقاء.